البروجكت ستراكشر. هنا نبدأ نشوف البروجكت ستراكشر بتاع النكست ابليكيشن اللي هو عمله كرييت، وهنبدأ دلوقتي نتكلم عن فولدر فولدر، كل فولدر ايه لازمته، بيتحط فيه ايه وايه استخداماته. اول فولدر معانا هو الاسيتس. الاسيتس اكيد مش هنحتاج شرح ليها كتير، بس هنتكلم بشكل سريع عليها، وهي المكان انت بتقدر تحط فيه اي حاجات انت بتستخدمها في الابليكيشن بتاعك، من صور، ستايلز، لو في اس في جيز. هي الاسيتس المفروض هي شرحها نفسها، بس انا بحاول اوضح اكتر عشان لو في حد مش واصل له يعني ايه كلمه اسيتس. هي اي محتويات انت خارجيه بمعنى كلمه مش كود يعني، او اي ملفات انت بتحتاجها عشان تظهرها في الابلكيشن بتاعك، زي الصور، زي الفونتس، زي لو في ملفات سي اس اس خارجيه عايز تحط تضيفها او تحطها هنا، لو هي مش سي ان يعني بس تحط الملفات نفسها فهنا مكانها. وحتى هو هنا في كل فولدر حاطط لك ريدمي فايل بيشرح لك ايه الفولدر ده وايه اللي المفروض تحطه، او حتى وانا كاتب لك this directory is not required، يعني انت ممكن تمسحه لو انت مش حابب انه يكون موجود. وان الدايركتوري ده contains your uncompiled assets، يعني الاسيتس اللي مش كومبايلد او الاسيتس اللي انت حابب تكومبايلها بعد كده، وهفهمكم الحته دي كمان شويه، زي الليس والساس والجافا سكريبت. وزي ما قلنا برضو لو في صور حابب تحطها برضو ما فيش مشكله. تاني فولدر معانا هي الكومبوننتس، هي القطع الصغيره اللي انت بتبدا تستعملها في اي البيجز اللي عندك. المفروض اي بيج انت بتعمل بتبنيها ما بتكتبهاش في فايل واحد، المفروض بتقسمها للكومبوننتس. اللي اوت، اللي اوت هتوضح اكتر في فيديو خاص باللي اوت هنشرحها بالتفصيل لوحدها، بس اختصارا هي لو انت عايز الابليكيشن بتاعك يكون ليه شكل عام كده بيطبق على اي صفحة تحصل. على سبيل المثال انت عايز كل الصفحات بتاعت الموقع يكون فيها هيدر معين، يكون فيها فوتر معين، يكون فيها ستايل محدد كده، ما يكون ثابت في اي صفحة تستعملها. فاللي اوت هو مسؤول عن حاجة زي كده. حتى لو فتحنا اللي اوت هتلاقي حاطط ديف وجواه تاج اسمه نكست. الديف ديت بقى، او خلينا نتكلم عن يعني التاج اللي اسمه نكست. تاج اللي اسمه نكست دوت هو اي صفحه انت بتخش عليها، بمعنى انت لو كتبت قبل نكست ده او اي حاجه حواليها، الحاجات هتتكتب او هتتعمل هنا، ايا كان بقى حطيت كومبوننتس، حطيت ستايلز معينه، حطيت اي حاجه، هتظهر في كل الصفحات الخاصه بالابلكيشن بتاعك. طب افرض في مجموعه من الصفحات اللي هي عايز يكون ليها ثيم معين، ومجموعه من الصفحات ليها ثيم تاني، وش التفاصيل دي كلها هنعرفها في الفيديو الخاص باللي اوتس، هيكون ليها فيديو مخصوص هنفهم منه كل حاجه. الميدل ويرز، ميدل ويرز هي من اسمها للناس اللي لو في ناس اشتغلت باك اند فتره او حتى تجربه، اعتقد عدى عليهم الاسم ده قبل كده. ميدل وير هشرحها بشكل مبسط جدا، وهو لو انت عايز حاجه تحصل خلال لو انت عايز اي حاجه تحصل خلال اي تنقلات اليوزر في الابلكيشن بتاعك، اليوزر بيتنقل من صفحه لصفحه، من اكشن لاكشن، بينتقل من ستيتس الثانيه. الميدل ويرز دي وظيفتها ان هي تعمل حاجه خلال التنقلات بتاع اليوزر. على سبيل المثال انت عايز دايما تتاكد ان اليوزر ده لوجد ان يوزر، مش عايز يكون مثلا هو في صفحة هو لوجد ان فيها ولأي سبب هو بقى لوج اوت، لكن هو لسه ما عملش ريفرش عشان يتأكد ان هو لوج اوت، فداس يروح صفحة تانية ما ينفعش يخش عليها الا هو عامل لوج ان. فمين اللي هيعرف المعلومة دي، او مين اللي هيتأكد ان المعلومة دي مظبوطة وهو بيتنقل؟ هو الميدل وير. وده مثال بسيط لاستخدام الميدل ويرز. الميدل ويرز ممكن تستخدمها في حاجات كتير جدا، انا بس حبيت اذكر مثال عشان اوضح اكتر الميدل وير فايدته ايه. وطبعا في ريدمي فايل في كل فولدر بيوضح اكتر ايه الاستخدام بتاع الفولدر ده. ممكن لما تعمل كرييت للبروجكت بتاعك تقرا كل ريدمي فايل هتفهم اكتر ايه الاستخدام بتاع الفولدر ده. وكده كده
كل فولدر من دول هنعمل له فيديو مخصوص ليه، نتكلم عنه بالتفصيل ممل واكزامبلز واستخدامات وحاجات مختلفه. البيجز، البيجز من اسمها مش محتاجه شرح كتير، هي هو الفولدر اللي بتحط فيه الصفحات بتاعتك. عايز تعمل صفحه اسمها هوم بتحطها في الفولدر ده، عايز صفحات صفحه تانية اسمها بلوج بتحطها في الفولدر ده، وهكذا. طب هل ده استخدامها بس؟ طب هل في فرق لو حطيت فايل في فايل البيج ده جوه فولدر بيجز او جوه فولدر كومبوننتس؟ ده هيكون في فيديو جاي ان شاء الله. فولدر بلوجنز هو من اسمه واضح وصريح، هو فولدر اللي بيتحط فيه اي بلوجن انا عايز استخدمه. طيب يعني ايه؟ انا دلوقتي حبيت استخدم الاكسس موديول زي ما انا كنت اخترت في الكونفيجريشن. هنا بيبدا يتعمل فايل خاص بالاكسس. لو انا حابب اعمل له كونفيجريشنز محدده او عايز اعمل له اي حاجه، ببدا اكريت فايل فيه واعمل له الكونفيجريشنز بتاعته واظبط كل حاجه. بعدين الفايل ده هو ببدا اعمل له امبورت في الكونفيجريشن بتاعت نوكس، بحيث انا اقول له ان البلوج بتاعت اكسس ديت ده الفايل بتاع الكونفيجريشنز بتاعته وكل حاجه انا عايز اعملها فيه، وهنعرفها بالتفصيل برضو في الفيديو الخاص بالبلوجنز. هنا بقى جينا للنقطة اللي هنوضح فيها ايه فكرة الاسيتس بالظبط، وهو دور فولدر الاستاتيك. الاستاتيك برضو معناه قريب جدا من معنى الاسيتس، وناس كتير جدا بتتلخبط بين الاسيتس والاستاتيك. ايه الفرق بين الاسيتس والاستاتيك؟ الاستاتيك برضو بتحط فيها اي حاجة استخدمها في الابليكيشن بتاعك، لكن الفرق بينها وبين الاسيتس ان الاستاتيك هي الحاجات الكومبايلد، او بمعنى اصح الحاجات اللي انت مش عايز تعديها على ويب باك، بمعنى ادق اكتر الحاجات اللي مش محتاج تعمل عليها اي ادنى تعديل او اي ادنى بروسس، هتاخدها زي ما هي هتستخدمها. يعني لو حطيت فيها صوره مش هيحصل لها كومبريس، مش هيحصل لها اي حاجه. هتحط فيها فايل سي اس اس هيفضل زي ما هو، حطيت فيه فايل ساس مش هيتكومبايل لسي اس اس، هيفضل زي ما هو ساس. لذلك لو انت هتستعمل ساس او ليس او حاجه محتاجه كومبايل، او هتستعمل صور محتاج ان هي تحصل لها كومبريس او ايا كان الحاجه محتاج تتعمل عليها، فمحتاج تحطها في الاسيتس. لكن معاك حاجه عايز تعملها زي ما هي ما تتلمسش من الويب باك ولا من اي حاجه، ده معناه انك هتحطها في الاستاتيك. تمام، عرفنا دلوقتي الفرق بين الاستاتيك فولدر وبين الاسيتس فولدر، عشان ده اختلاف مهم وناس كتير بتتلخبط فيه. اخر فولدر معانا وده اوبشنال برضو، ده مش ريكوايرد، الاستاتيك برضو اوبشنال، ده فولدر الستور. هو طبعا زي ما احنا عارفين او الناس اللي تابعت قبل كده على القناه كنا عملنا كورس على الموضوع الستور ده، وهو فيوكس. فيوكس هي لايبرري ستيت مانجمنت خاصه بالفيو. ممكن تستعمل ستيت مانجمنت لايبرريز تانية، بس فيوكس هي افضل ستيت مانجمنت لفيو لانها معموله مخصوص لفيو، فبتستغل فيو استخدام جيد جدا وفي انتجريشنز قوي جدا بينه. فالفولدر ده خاص بالستور خاص بفيوكس. برضو ممكن ندي بريف سريع عنه لما يجي وقتها. ولو انت عايز تعرف انا اكتر عن فيوكس، في على القناه في فيديو كان مدته ساعتين، كان لايف ساعتها بنشرح كل صغيره وكبيره في فيوكس. اخر حاجه هنتكلم عليها في الدايركتور ستراكشر او في البروجكت ستراكشر هي فايل النوكس.config. فايل nux.config ده فيه اي كونفيجريشن عايز تعمله للنوكس. ده على سبيل المثال المود، المود انت بتستعمل يونيفرسال مود فهنا مكتوب يونيفرسال. لو انت هتستعمل سنجل بيج ابلكيشن هيتكتب هنا المود بتاعك، عشان على اساسه بيتم الكومبايل. الكلام ده التارجت بتاعك ايه، سيرفر، الحاجات اللي عايز تحطها في الهيد، وفي كميه كونفيجريشنز كتير جدا ممكن تكتبها، وفي حاجات خرافيه جدا ممكن تعملها في الكونفيجريشنز. يعني حتى اكسيوس بما اننا مختارنا عايزين نستعمل اكسيوس موديول ليه كونفيجريشنز ممكن تحطها جلوبال هنا، ده غير لو انت حابب تعمل في فايل منفصل، ده موضوع تاني. انت ممكن تكتب في كونفيجريشنز هنا او تكتب كونفيجريشنز ثانيه في منفصل، والاثنين مش بدلاء لبعض. بمعنى في كونفيجريشنز ممكن تكتبها هنا في النكس كونفيج ما ينفعش تكتبها في الفايل، وفي كونفيجريشنز ممكن تحتاج تكتبها في الفايل بتاعها في البلجنز ما ينفعش او ما تقدرش تكتبها في النكست دوت كونفيج فايل. هنعرف ده بالتفصيل وقتها،
وبلاش اطول اكتر في الفيديو ده. الفيديو ده كله عرفناه، كل فولدر استخدامه او ايه فايدته او ايه معناه. واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلام.